قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصية إلهية. يقول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأقم وجهك للدين حنيفا، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. استمر على الدين، أقم وجهك للدين أي استمر على هذا الدين الذي شرعه الله لك وهو الإسلام، حنيفاً أي مائلاً عن كل ملة من الشرك إلى التوحيد، مائلاً عن كل عقيدة من العقائد إلى عقيدة التوحيد، فلا تنحاز ولا تميل إلى المذاهب الأخرى، إنما استقم على التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها، بقاؤكم على طاعة الله وتحرركم من العبودية لغير الله وتمسككم بفطرة الفطرة التي فطركم الله عليها، هذه أصل الخلقة. إذن كل مولود يولد على الفطرة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يعني يجعلانه يهوديا، شوف أبوه أمه يهود سوي مثله، أو ينصرانه أو يمجسانه يعني يجعلانه مجوسيا، يرى أباه وأمه يعبدون النار ويقدسونها فيقدس النار. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني أعضاءها كلها سليمة، البهيمة الحيوانات كلها تلد أولادها سليمة، بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأ قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولهذا يقول المسلمون والعلماء، يقولون الإسلام دين الفطرة، يعني الاستسلام لله هو فطرة الإنسان، فالإنسان مفطور على التوجه إلى خالقه، وعلى أن يعلم في قرارة نفسه أن هناك في الكون خالق، وهو الذي يتصرف في هذا الكون، وهو يعلم مصلحتنا أكثر من أنفسنا، فنطيعه وننحاز إليه، هذه فطرة الإنسان. ولكن المجتمع الذي يعيش فيه يجعله ينحرف عن الحق والعياذ بالله تعالى، فكثير من الناس لا يعلمون هذه الحقيقة، ويظن نفسه أنه تفنن وأنه تقدمي وأنه يتكشف وأنه يفعل كذا وأنه كذا، يظن أنه أفضل، هو يعود إلى الجاهلية، يعود إلى الجهل، عندما كان الجاهلية في العرف الإسلامي أي الذين يجهلون ربهم، ليس جهل القراءة والكتابة، إنما جهل الله. فقد يكون واحد دكتور مع دكتوراه ولكنه يجهل ربه ويعبد المخلوق، فيكون ذليلا لمخلوق مثله، يخافه وينفذ أوامره ويسعى لأخذ رضاه، فيحرم السعادة ويعيش ذليلا. فالسعادة الحقيقية في الفطرة، وهي أن كل إنسان بفطرته يسمو إلى طاعة ربه والتحرر من العبودية لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى في الآية التالية: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين أي كونوا راجعين، الإنابة الرجوع، أي كونوا راجعين إليه، إلى الله، راجعين إلى الله بماذا؟ بالتوبة والإخلاص في العمل.
واتقوه، احذروا عقابه، احذروا عقاب الله. بماذا تحذرون عقاب الله؟ بماذا تتقون الله؟ تتقون عذابه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى. وداوموا على أداء الصلاة، لا كما يقول بعض الناس شي في الصلاة شي في القلب، أنا قلبي طيب. إيه قلبك إيش عرفك طيب؟ إذا كان قلبك مرتبط بغير الله أين الطيب؟ قلبك فاسد. فالقلب طيب عندما يقف في الصلاة قائلا الله أكبر، ليس في قلبه ولا خاطره غير الله. وإذا جاءه الشيطان فذكره أو فكره بغير الله ينصرف عن الشيطان ويعود إلى صلاته واستشعاره كبرياء الله وفهم ما يقرأ في صلاته، فيكون ذاكرا لله في الصلاة. إذن وأقيموا الصلاة، أي أقيموها على وجهها المشروع بخشوعها والإخلاص لله فيها، ولا تكونوا من المشركين. المشركون الذين يطيعون غير الله فيشركوا مع الله ألوهية غيره. الإله يعني المعبود المطاع. عندما تتخذ معبودا مطاعا من بشر أو شجر أو تقديس حجر، كل هذا شرك، يعني عبودية لغير الله. عندما تطيع فرعون في معصية الله فقد أشركت مع الله، جعلت هذا الفرعون إلها. عندما تموت في سبيله إلى جهنم وبئس المصير، تسبقه وسيأتيه أيضا ليكون له مكان مرموق في جهنم، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا ربنا يقول منيبين، أنيبوا إلى الله، عودوا إلى الله بالتوبة والاستغفار والعمل، وأقيموا الصلاة، ولا تكونوا من المشركين. من هم المشركون؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واحد يقول لك أنا علماني، يعني مالي دين، ما بدي دين. ما في أحد ماله دين يا أخي. اللي ماله دين هو المجنون، اللي ما في عقل هذا ماله دين، لأنه لا يخطط يعمل. يدخل إلى مكان مثلا هذا الاستوديو، يقول له ماذا تريد؟ لا أدري. جاي تسجل؟ إيش أسجل؟ ما بيفهم شيء، مجنون هذا. نعم ماله دين. أما اللي له دين عندما يأتي إلى مكان يفهم لماذا جاء لهذا المكان. عندما يدخل إنسان للمسجد في ظاهره يراه الناس يصلي، ولكنه جاء ليراقب المصلين، من يتحدث عن فرعون حتى يخبر عنه ياخذوه لأقبية التعذيب؟ هذا جاي له دين، دينه طاعة فرعون ودينه مخبر، فما في حد ماله دين. واحد جاي يدخل المسجد يصلي الله أكبر، ليس في قلبه شيء غير الله، هذا جاي يصلي، نعم هذا دينه الحق. فما في أحد ماله دين، إما دينه دين الذي أنزله الله، وإما دينه دين الشيطان، دين الباطل، يتبع غير الله فيكون مشركا بالله. ولذلك قال تعالى من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. المشركون ليسوا كلهم طائفة واحدة، طائفة لهم إله معين، طائفة الأخرى لهم إله آخر، طائفة الأخرى يعبدون القبر، طائفة الأخرى يعبدون الشمس، الطائفة الأخرى يعبدون الفرج، الطائفة الأخرى يعبدون الشهوات، ما في عندهم غير الجنس وما يفهموا شيء آخر. كان يسميهم والدي رحمه الله مثل الحمار، ما بهمه في الحياة إلا شعير مغربة الحمار بيضة، هذا دينه، هيك الله خلقه، ما عنده غير هالأغريزتين. فالإنسان عندما يكون مثل الحمار هدفه في الحياة تحقيق الجنس على حساب إفساد الآخرين وتحقيق المال من أجل أن يأخذ أموال الآخرين، هذا دينه. ما يقول مالي دين، لا له دين، دينه دين الباطل ودين الشيطان ودين التسلط والاستعباد الآخرين. فما في أحد ماله دين، ولكن دين الناس متفرق. من الذين فرقوا دينهم، بس خرج عن الإسلام صار له دين، هذا دينه كذا شرق، هذا غرب، هذا الآخري، هذا دينه كاثوليك، هذا دينه بروتستانت، هذا مسلم شيعي، هذا مسلم شيوعي، مثل بعضهم كلهم كفار. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا فرقا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب يعني كل مجموعة بالأمر الذي هم فيه يفرحون، كما قال تعالى في آية أخرى ومن الذين فرق من الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. وأيضا قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. أما الفرقة الناجية من هم؟ على كيفي وكيفك؟ لا، ألسنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذن نسأل ونستفسر من القرآن ومن السنة، من هي الفرقة الناجية؟
روى الحاكم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: من الفرقة الناجية؟ يعني المسلمين المؤمنين المستسلمين لأمر الله بحق الذين ينجون من النار ويدخلون الجنة، من الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. من كان على ما أنا عليه وأصحابي، فاللي بكون على ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من طاعة الله ويقتدي برسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقتدي بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مصيره للجنة. أما من كان يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما بعضهم يتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا مع أن القرآن برأها، هؤلاء ليسوا من المؤمنين، هؤلاء من المشركين. الذي يقول يا حسين يا حسين يا حسين وينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينسى الله، هذا من المشركين. نحن نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا نعبدهم، نحن نعبد الله وحده لا شريك له. فمن كان يقدس حسينا أو يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلهم كفار، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار، هم الذين نقلوا إلى الدين، ماذا أين ديننا؟ لا دين لنا معنا. فلينتبه من يدعي أنه مسلم، وليعلم أن كل شيء جاء على هذا السبيل والعياذ بالله تعالى يخرج الإنسان عن طريق نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه رضوان الله عليهم، فليعلم أنه خرج من الإسلام ومرق من الإسلام من حيث يدري أو من حيث لا يدري. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، كل مال نحلته عبدا من عبادي فهو حلال. أما أرزق عبد من المال بدون أن يتخذ طرق تسلط أو سرقة أو غش أو كذا فهو حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، خلقت العباد كلهم حنفاء، يعني يتركون الشرك ويميلون إلى التوحيد الخالص بفطرتهم. وإنهم أتتهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. التحريم يعني الممنوع، صار يسوون قوانين، هذا ممنوع هذا ما بجوز هذا حرام هذا واجب، يفرضون عليهم ما حرمه الله ويحرمون عليهم ما أحله الله. فهؤلاء الشياطين أضلوهم وأخرجوهم عن دين الله، فإذا استحلوا طاعتهم فقد أشركوا بالله تبارك وتعالى. فالشياطين أمرتهم أن لا يشركوا، وأنا أمرتهم، ربنا يقول في الحديث: وأمرتهم أن لا يشركوا بي شيئا فأطاعوا الشياطين وعصوني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يفهموا حقيقة دينهم أنه تحرر من العبودية للمخلوق وطاعة لخالق الكائنات جبار الأرض والسماوات العليم الخبير الذي خلقنا ليبتلينا وسيجازينا على أعمالنا يوم الحساب، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.